تعالى. في ايه مالك؟ في ايه؟ هو انت مجنون ولا هبل؟ طيب انا ما بعرفش اتكلم انا وفي حد موجود يعني. لا والله، يعني انت فاهم انا اقصد ايه؟ اه فاهم. ممكن نروح نتكلم في اي حته؟ طيب اوكي. طيب امشي ورايا. اوكي. بجد متخلفة هشام عمره ما هيسامحني، كنت زبالة قوي معايا. حبيبتي ما تقلقيش، هشام هيصالحك مش هيقدر. لا انت مش متخيلة انا كنت بكلمه ازاي وقلت له ايه. مش عارفة انا عملت كده ازاي. مي، انت احمد كان عندك فعلا؟ طب انا مش عارفة الصراحة اقولك ايه. ايوه يا شريف اصحى بقى. ايوه مي نصيحت، هو في ايه؟ هشام كلمني وقال انه عايز يجيلي. طب خلص وكلمني، انا معلنه وعايزه اجيلك. هو حصل حاجه يعني؟ اه خلص بس وكلمني. طيب سلام. باي. هشام رايح لشريف. ورايح له ليه؟ هيعمل ايه يا مي؟ هيتكلم مع مين؟ ايوه بس هما مش صحاب للدرجه. الولد مفشوخ فعليا يا مي. انا مش عارفه اعمل ايه. هو بيتعامل معايا كأني بخونه. حبيبتي ده طبيعي جدا، الولد بيحبك وعمل كل الحاجات دي عشانك. في ثانية في ثانية الزفت ده يظهر تروح رايحة جري عليه زي العبيطة. عموما بصي، أنا متفهمة، واللي حصل دوت ما بينك وما بينه متوقع جدا، وكان هيحصل هيحصل. بصي يا مي، تعالي دلوقتي نروح نجيب البنات ونتغدى وبعدين هنروح موصلات للشغل. خلاص؟ هتعدي يا مي.